كان كان مرافقا لابن آدم، صار مرافقا لآدم خطوة بخطوة. شرش خلق آدم من فخر. نعم. ينشمش من فخ. نعم. وألف شيطان عليه ما يستحق. اتخذ من المفاسد. يقع فيه آدم وأبناءه من عدد المفاسد تمامية تمامية منهي عنه. 500 ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الصاد اللي اخترع الشيطان 800. يعني مشكل الإنسان اللي يحفظ حاله. نعم سيدي. لازم لازم يعني دقة كل قوة يقع في الفخ. كل من هي من أخ مرتب من طرف الشيطان حتى يقع فيه. وإذا الله سبحانه وتعالى حذر من مقاصد الشيطان، من مكر الشيطان، حذرهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الكلمة ما سألك مع أن رب العزة قال جل من قائل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بالعكس بني آدم اتبعوا خطوة بخطوة بخطوات الشيطان. كانوا هذا خطوات لنا أوفق من كل شيء لأجل حياتنا الدنيا. نحن ننتظم أمورنا بخطوات الشيطان. أوفق لنا من شرش أوفق
لأنه موافق عصوات الشيطان موافق لهوى أنفسنا. هذا الامتحان، هذا الابتلاء، بلاء عظيم، الله يبعد عنا. آمين. فالإنسان يتحرى على الخصوص اللي بعدنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الصحابة، عهد التابعين، عهد تبع التابعين، وأصبحنا عهد صالحين. وقام في عهد شياطين. نعم صحيح. كل شيء اللي يعملون في عهدنا هذا موافق للشيطان، مخالف لأوامر الحق. كيف شو تنتظر؟ نعم صحيح. آدم، بني آدم شو ينتظر هلا؟ ما أنهم دخلوا ساحة الفساد، ساحة الظلم، ساحة الجهل، ساحة الفساد، منبأ الفساد صار هلا. ماذا أنت تمشي في ساحة الفساد على الدوام؟ بده يأتيك شيء اللي ما يوجبه. نعم صحيح.